السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكون خيرين وطيب. ورجعنا لكم شباب اللعبة اللي مو راضي تخلص، اللي انا خايف اني اخلصها اصلا، فيرس وفيرس. طبعا يا ما ادري اذا تذكرون يا شباب، بس اخر مرة فتحنا الصندوقين هذول، هذا كان الصندوق الاول اللي لقينا فيه الجلد، وهذا الصندوق الثاني اللي لقينا فيه العلاج. فاتوقع اذا لقينا الاربعة هذول راح نخلص اللعبة، وهذا اللي انا اتمناه باسبوع عقب يصير. لا تنسى تدعمني بلايك عشان ادري انكم تحبون هذه السلسلة وكذا يعني، ومشاركة. واو اوكي نطلع بسم الله. اوكي الاغنية كويسة حلوة، عجبتني الاغنية، ما في خوف، الاغاني اللي زي كده يعني. اوه اعوذ بالله. اوكي بدايتها كده يعني، بدايتها كده. لسه طلعت من الغرفة يا جماعة الخير، لحظة شويتين طيب خلونا. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، اوه ماي جاد يا شباب، اوه ماي جاد، صار لي زمان ما العب اللعبه والله. طيب يا محمد هذه لعبه رعب، ركز. اي ليش سكرت الباب؟ اي وين امر؟ ينفع نمر من هنا؟ اوكي ما ينفع. طيب لازم نخش هنا يعني. اوكي الغرفه هذه ما تطمن يا جماعه الخير، غرفه فاضيه كده، ايش فيها؟ ما فيها ولا شيء. طيب نخش على طول. بلوك. اي مسكر. اي اوه ماي جاد، اوكي الغرفة صارت اصغر. اوه ماي جاد وين الباب؟ اوه ماي جاد، ها؟ اوكي وشو ذا؟ اوكي الرسمة هذيك ما تطمن يا جماعة الخير، انا اقول لك من الحين. اوه ماي جاد الغرفة تغيرت يا جماعة، اوه صرت في الغرفة انا. السلام عليكم، كيف ممكن اطلع من هنا لو سمحتي؟ ربي مزة بس. اوه ماي جاد، اوكي ركز يا محمد ركز. اوه رجعنا لهذه الغرفة، يا سلام يا سلام هذه الغرفة. اوه بس الغرفة تغيرت والله، شيء اللي كان المزهرية اللي كانت هنا كده وقعت لقدام تقريبا، كانت هنا. ايه ممكن اطلع من هذه اللعبة؟ اوه ابو وشين، رجعنا لابو وشين مرة ثانية، اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين، قول امين. اوكي المكتبة، وصلنا المكتبة، يلا ايش لازم نسوينا؟ نقرا كتب ولا يعني ايش الوضع؟ نطلع فوق. اوه والله اقدر اطلع. اوكي ما في اي فائدة في الطلوع. انزل يا محمد. ابو وجهين وين لازم اروح؟ ابو وجهين ابو وجهين، ايش هذا الصوت؟ اوكي وين الرعب بسرعة الان؟ رعب رعب رعب، ابو وجهين مرة ثانية، رعب رعب رعب. اوه ماي جاد وات از ذس شباب، شفتوها؟ ايش هذاك اللي طلع من تحت؟ الصوت المزعج مرة ثانية، اوكي. بليز. اوه ماي جاد، هذا اللي طلع من فوق. اخرس يا ابني. اوه ماي جاد. يلا امشي بس امشي. امشي خلينا نطلع من هنا يلا بسرعة. وي انا قاعد ادور. ليه قاعد ادور انا؟ اي شباب ما ادري ايش اللي لازم اسويه والله، قاعد ادور في هذه في هذا المكان ما ادري ايش لازم. اوكي 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 لازم ارجع، لازم ارجع من الجهه الثانيه كان. اوكي او ماي جاد، خلاص احنا والغوب يا ابني. الو الو اسكت يا ابني. الو هلو هلو يس يس سبيكر. What? I'm on my way. I'm on my way. شباب قال انه في حريقة واتوقع انه زوجته في المستشفى، وقال الله انا في الطريق. يعني لازم نطلع الحمد لله، خلاص اللعبة انتهت يا جماعة الخير. دراما او ماي جاد. ريستايلز ميموريز. ريستايلز ايش ريستايلز؟ ريستلس. ريستلس سوري مو ريستايلز، ريستلس. كريات غير مريحة او زي كده ما ادري. او ماي جاد دم الدماء، انها الدماء. اوه ماي جاد. اوكي يلا شباب خلاص ننهي المقطع هنا، بسم الله يا محمد كمل كمل. اوكي وين لازم اروح؟ نفس الباب. ليه الغرفه مقلوبه؟ ايه الغرفه مقلوبه والله، كيف ارجع الغرفه زي ما كانت؟ اوكي الغرفه رجعت زي الناس، بس شغلت الاضاءه. واو جيبي معايا صورة، صورة مو حلوة، خلاص نزل نزل، رجع رجع.
ايه لازم نخش هذه الغرفة اكيد. خلنا نخش الغرفة. يلا بسرعة في رعب هنا يا شباب. حدوني في رعب. قلتلكم في رعب. قلتلكم في رعب. شوف شوف شوف. وش ده؟ اي. 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 اوه ماي جاد. وين هذه البنت اللي تبكي؟ لا تكون زوجته هنا وقالوا لي في المستشفى قبل شويتين. اي كذابين اقسم بالله. اوكي. مر. اوه ماي جاد. What is happening? What is happening? What is happening? Please. Okay. Rolling. Okay, بطلع من هذا البيت. Rolling. Okay, خلونا نطلع بس. اطلع. يا سلام رجعنا للمصعد يا جماعة. اتوقع لازم انزل. Okay, يلا خلونا ننزل لتحت يا جماعة الخير. لازم ننزل عشان نروح المستشفى اتوقع. عشان زوجته. Abandon hope while you can. تخلى عن الامل. حالما تستطيع او حينما ما ادري. المهم اوكي رجعنا للغرفه يا شباب. الغرفه الفاضيه. يلا الان راح تنقسم الغرفه نصين. اوكي الحمام. خذ لك شاور ولا اي شيء. اوكي ما تقدر تاخذ شاور. لك حمام. او ماي جاد. لا يسمعوني الجيران بس ساعه. احنا والفيران يا ابني. خلاص احنا والفيران. ايه لسه ما اقدر اشوف نفسي كمان. اوكي توقع انه نطلع خلاص. الباب هذا مسكر. اوكي وين لازم نروح؟ نكمل الطريق. يلا كمل الطريق يا حبيبي ما في اي مشكله. هنا في رعب يا شباب. شوف ها في رعب. بسم الله خلينا نتخيل بس كده عشان اذا في اي رعب من جد ما نخاف يعني. اوكي هذا الباب مفتوح. في مراية هنا ما نقدر نشوف. اوكي ما اللعبة تمزح معايا ولا كيف؟ ما اقدر اشوف نفسي. ايش ده يعني؟ دخلوني هذه الغرفة بس عشان ما اقدر اشوف نفسي. واو واو ايش هذا الباب؟ هنا خوف يا شباب. شوف لاحظ معايا خوف. ها او ماي جاد ايش اللي صار؟ ايه العدسة. العدسة تعبانة والله. عيونه هذه يحتاج يروح المستشفى مسكين. العيون ما فيها غلاس ما في. تعبانة بالمرة. اوكي نزلنا تحت يا شباب البيسمنت. يو اوه هذه الغرفة والله تحسها كده هذا ما في اي شيء صح؟ ما ادري كيف تحسون انتو شباب. هذا البيانو. او ماي جاد او ماي جاد البيانو تعبان ورب. او ماي جاد او ماي جاد وين الساعة؟ وين راحت الساعة؟ اي اوكي البيانو خربان يا محمد. ما عليك لا تعزف مو وقت العزف. اطلع برا بس. وين اطلع؟ من وين اقدر اطلع من هذا المكان؟ او ماي جاد زيد عزفه. اوه اي يو واي الاشياء تطير. الاشياء قاعد تطير. اي اوه السلام عليكم. وين لازم اروح؟ اي ما اقدر امسك هذا. اوكي رب اللعبه هذه مخدرات شاربه ولا ايش الوضع؟ ليه كذا؟ اوكي اوكي محمد هدي هدي هدي. ما في مزاحة. ما في وقت اللعب. اطلع من هنا. اوه وين لازم اروح؟ اي ما ادري والله وين لازم اروح. اوه اوكي الدنيا ظلام وربي حتى انا ما اشوف. يا شباب ما راح تشوفون ولا شيء شكله. الدنيا ظلام. اوكي نيجي هنا. I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how. يو لقينا عظام يا شباب. لقينا عظام. توقع إن هذا العظام راح يروح في الصندوق يا شباب. توقع. ما أدري. طيب. حلو حلو حلو. كيف نطلع؟ أوكي الدنيا ظلام هنا. وربي ظلام ما أشوف ولا شيء. أوكي خلينا نطلع من هنا بأسرع وقت ممكن. بسم الله. والله بطيء ويطلع الدرج ابن الذين. إيه. بطيء صح هذا. صح إنه أعرج صح نسيت والله. أنا آسف. رجعنا لهذه الغرفة الرسمة. طيب بسم الله خلونا نغير الرسمة نشوف إيش الرسمة. أعطيني الفن أعطيني. واو ربي يذكرك بالأنمي كده. قوة الخارقة بشع. عظمة طلعت هي. حلو. طيب وبس شباب إن شاء الله ننهي المقطع لهنا. طبعا كل يوم مثل ما قلت لكم راح نفتح صندوق في كل فيديو. فتحنا صندوق هذا ضايل 3 صناديق وننهي هذه اللعبه. انا ناوي انهيها بسرعه ما عندي مشكله. اتمنى يا شباب اذا استمتعتوا تحطوا لايك وتشاركوا القناه
وتشترك اذا انت مو مشترك عشان نوصل نحاول نوصل للقلب اكبر باسرع وقت ممكن. نشوفكم على خير ان شاء الله. امان الله.